اهلا بيكم في كورس اساسيات البرمجه للمبتدئين مع المهندس شريف الدين. تعالوا كده ندي بصه سريعه، احنا خدنا ايه من اول الكورس؟ احنا تعرفنا على المتغيرات او الفاريبلز وقلنا انها انواع، واخدنا اربع انواع لغايه دلوقتي، الاريز والماب، ودول عباره عن مجموعه من العناصر. الفرق ما بينهم ان الماب بيبقى عباره عن كي فاليو بيرز، لكن الاري بتبقى عناصر متتاليه. اخدنا السترينج والنمبر، قلنا النمبر ده اللي هي الارقام اللي لما بنتعامل معاها او بندخلها في عمليات حسابيه، لكن السترينج ده اي حاجه بتتكتب على الورق او بتظهر على الشاشه، سواء بقى كانت حروف كلمات يعني او ارقام، برضو بنتعامل معاها كسترينج. نقدر نحول من اي نوع لنوع تاني، العمليه دي بتبقى اسمها كاستنج. وقلنا ان الانواع زي الاري مثلا ممكن نعمل فيها اتيريشن او لوبينج، ودي عباره عن ان احنا بندخل على كل عنصر بنعمل فيه عمليات معينه، لما بنخلص بندخل على العنصر اللي بعده واللي بعده وهكذا. اخدنا الكونستنت وقلنا ان الكونستنت شبه الفاريبل بالظبط، ولكن الفرق ما بينهم ان الكونستنت ما بقدرش اغير قيمته بعد لما بحددها اول مره. اخدنا الديكلاريشن والاساينمنت، قلنا ان الديكلاريشن اني بعرف متغير جديد، والاساينمنت اني بديله قيمه. يعني هنا انا عرفت متغير جديد اسمه نيم، يعني بحجز مكان في الذاكره واديت له قيمه عاليه، فانا بالتالي لما بستخدم كلمه نيم اللي هو المتغير نيم ده ما بيبدلها لي بقيمتها اللي هي عاليه. فلما بقول هابي بيرثدي نيم بيشيل نيم ويحط مكانها قيمتها. عمليه تعريف المتغير هي الديكلاريشن، وعمليه اسناد قيمه للمتغير هي الاساينمنت. واتعرفنا على الـ API وقلنا ان دي وسيلة التواصل ما بين الابليكيشن بتاعك واي ابليكيشن تاني او اي ويب سايت تاني او اي سيرفيس تانية. اخدنا الكونكاتينيشن وقلنا ان في بعض لغات البرمجة الكونكاتينيشن بتبقى دوت، وبعض لغات البرمجة الكونكاتينيشن بتبقى بلس. علامة البلس دي لما بتستخدم في عمليات حسابية، يعني لما بجمع رقمين مع بعض بتبقى جمع، لكن لما بستخدمها في عملية او ما بين strings بتبقى concatenation، يعني بربط الاجزاء ببعضها. وقلنا كمان ان السترينج بحطه ما بين quotation mark زي كده، double quotation او single quotation او العلامة دي، لكن المتغير مثلا ما بحطوش طبعا ما بين quotation mark الارقام، واي حاجة تانية ما بحطهاش ما بين quotation mark. اتكلمنا عن العمليات عموما واخدنا مثال لها زي عملية الconcatenation، دي احد العمليات اللي اقدر اعملها في البرمجة. عملية الassignment برضو دي عملية اقدر استخدمها في البرمجة. هنتكلم بقى النهاردة بتوسع اكتر عن العمليات دي، عملية جمع وطرح كنا برضو اتكلمنا عنها. العمليات بصفة عامة احنا متعودين عليها وبنستخدمها في حياتنا اليومية وتعلمناها في المدارس من زمان من واحنا صغيرين. كتير من العمليات احنا اخدناها، والنهاردة هنتعرف على عمليات جديدة برضو، زي مثلا العمليات الحسابية، الجمع والطرح والضرب والقسمة، العمليات المنطقية، عمليات المقارنة زي لما بتقول مثلا اكبر من واصغر من ويساوي وكده، كل دي عمليات. النهاردة ان شاء الله هنتكلم بتوسع اكتر عن العمليات. فعندنا العمليات الحسابية، وطبعا ده واضح جدا، انا عندي مثلا رقمين لما بجمعهم مع بعض انا كده عملت عملية حسابية، دي عملية جمع. في عملية طرح اللي هي بحط علامة ماينس، عملية ضرب، عملية قسمة، وفي كمان الريمايندر اللي هو باقي القسمة. يعني انا لو عندي مثلا خمسة، او تعالوا الاول ناخد امثلة، مثلا 3 ناقص 2 دي عملية طرح، عملية الضرب مثلا بقول 3 في 2 طبعا بستة، 3 ناقص 2 بـ1. عملية قسمة لما اقول مثلا 6 على 2 طبعا بتساوي 3. في البرمجة العلامة دي او على الكيبورد العلامة دي ممكن ما تبقاش موجودة، فبتستخدم العلامة دي اللي هي 6 على 2 برضو هتساوي 3. عملية بقى الباقي القسمة، يعني مثلا لما بقول 5 وبعدين الريمايندر 2 دي بتساوي كام؟ 5 على 2 احنا عندنا 4 على 2 بـ2 ومتبقي لي 1، يبقى الباقي قسمة 5 على 2 بـ1 مثلا 8 على 3. اقرب حاجة اللي هي 6 على 3 ده اللي هيديني رقم صحيح 2 ومتبقي لي 2، يعني انا خدت من 8 دي 6 قسمتها على 3 اديتني 2 ومتبقي لي 2. لو انت ما فهمتش عملية الريمايندر دي مش مشكلة، يعني مش هتستخدمها دلوقتي، لكن هيبقى عليها امثلة كتير جدا جدا قدام شوية. فدي كده العمليات الحسابية المهمة. في عمليات طبعا منطقية زي اكبر واصغر، يعني هل مثلا لو انا قلت له ان اكس بيساوي 2، وطبعا عشان الاكس ده مش متعرف قبل كده فهعرفه، هعمل ديكلاريشن، انا عملت هنا ديكلاريشن واسايمنت في نفس الوقت، وقلت له var y بيساوي 3،
ورحت قايل له هل واي اكبر من 2 وممكن كمان اقول اكبر سوري اكبر من اكس، او واي اقل من اكس، او واي اكبر من او تساوي اكس. طبعا على الكيبورد هتكتبها ازاي؟ هتكتب اكبر من او تساوي كده اكس، وطبعا اصغر من او تساوي اكس، اكيد انت دلوقتي هتعرف تكتبها. كنا اتكلمنا قبل كده عن علامة البلاس دي، وقلنا ان البلاس دي ممكن تبقى عملية جمع وممكن تبقى عملية كونكاتينيشن في بعض لغات البرمجة. وطبعا اتعلمنا ازاي المرة اللي فاتت نفرق ما بينهم، يعني لما بيكون عندي رقمين 1+2 تبقى دي عملية جمع، لكن لو انا عندي 2 strings hello مثلا world لو جمعت ما بينهم يبقى معناها ان انا بجمع او بربط الاجزاء ببعضها، يعني بجمع الجزئين مع بعض بحيث يبقوا كأنهم string واحد hello world كده. في حاجة اسمها اولويات في العمليات الحسابية، احنا بنمشي دايما من الشمال لليمين، بناخد اللي ما بين الاقواس الاول وبعدين الجمع والقسمة وبعدين الضرب والقسمة اسف وبعدين الجمع والطرح. طبعا في عمليات كتير جدا جدا جدا، احنا مش هنتكلم عن كل العمليات المحاضرة دي، ولكن في جدول هتلاقوه هو ده صورته، وكمان هتلاقوه اللينك بتاعه ده تقدر تشوف ترتيب العمليات من حيث الاولويه. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو انا عندي مثلا عمليه زي كده 1+2 مضروبه في 3 بيساوي كام، فانا بمشي من الشمال لليمين ولكن بتبع الاولويه الاول، يعني عمليه الضرب بتسبق الضرب والقسمه بيسبقوا الجمع والطرح، يبقى انا هخلص الضرب ده الاول 2 × 3 × 6 + 1 يدينا 7. لكن لو انت ما خدتش بالك من اولويات العمليات الحسابيه كنت هتقول ايه؟ كنت هتقول 1+2 × 3 × 3 × 6، لا هي ب7 هي الصح، 6 غلط. اي حاجه ما بين قوسين هي بتديها اولويه الاول، يعني لو انا عايز اجمع الاول وبعدين اضرب كده، هنا احنا قلنا ان الضرب بيسبق الجمع لكن الاقواس بتسبق كل حاجه، فاقول ان 1+2 = 3 مضروبه في 3 × 9، سوري دي 9 مش 6. دي الاولويات، شوف الجدول هتلاقي في كل حاجة. اي اوبريشن زي مثلا المعادلة دي 1+2 دي طبعا ايه؟ اوبريشن او عملية سهلة احنا خدناها في الابتدائي ولا في الحضانة واحنا صغيرين. المعامل اللي في النص ده او العلامة اللي في النص دي بنسميها اوبريتور، والمعاملات نفسها اللي بنطبق الاوبريشن عليها بنسميها اوبرند او ارجيومنتس، اوبرند او ارجيومنتس. لو انت مش قادر تحفظ المسميات مفيش اي مشكله مش هتستخدمها، ولكن لو انت بتحب تقرا وتطلع كتير تبقى فاهم. يعني العمليه كلها اسمها اوبريشن، العلامه اسمها اوبريتور، والارقام او الحاجات اللي بتطبق الاوبريشن عليها اسمها اوبرند او ارجيومنت. طيب حاجه مهمه جدا، انا ممكن اكتب حاجه شبه كده اكس بيساوي 1 مثلا، هقول فار اكس بيساوي 1 وبعدين حاجه اقول فار واي. احنا اتفقنا ان انا ممكن اعمل الاساينمنت وقت الديكلاريشن، يعني اقول فار واي مثلا بيساوي اكس، يبقى بالتالي واي دلوقتي بقت بتساوي 1، يا اما اعمل الاساينمنت بعدين. فلو قلنا ان واي بيساوي اكس، او ممكن اقول واي بيساوي اكس بالشكل ده، او واي بيساوي اكس بالشكل ده، ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان العمليه دي اسمها اساينمنت، معناها انا بقول له لو سمحت خلي واي قيمتها تساوي اكس، اكس بواحد تبقى واي بواحد. في العملية دي بنسميها comparison، معناها انا بقارن ما بين قيمة واي واكس، ساعتها هيقول لي او لا، يعني انا بقول له هل واي بتساوي اكس، ساعتها هيقول لي يس او نو. يس دي في البرمجة بنسميها ترو، ونو بنسميها فولس. وترو او فولس دي نوع جديد احنا لسه هو بنتعرف عليه اسمه بوليان. يبقى بوليان دي
نوع من انواع المتغيرات قيمتها يا اما بتساوي ترو يا اما قيمتها بتساوي فولس. ترو يعني الشرط اللي انت قلته اتحقق، فولس يعني ما اتحققش. فالشرط بتاعنا هي ان هل واي بتساوي اكس؟ لو فعلا واي بتساوي اكس هتبقى ترو، لو واي ما بتساويش اكس هتبقى فولس. اللي تحتها دي شبهها بالظبط ولكن بتقارن القيمة والنوع. تعالوا كده نشوف امثلة. لو انا عندي هقول مثلا var x بيساوي 1 و var y بيساوي 1 برضو ولكن string، فاهمين الفرق ما بينهم؟ ده number لكن ده string، ده او هكتبها لكم عشان اللي يرجع للمذكرة، ده number لكن ده string. الاثنين بنفس القيمة صحيح لكن مش بنفس النوع. ده اقدر ادخله في عمليات حسابية لكن ده اقدر ادخله في جملة تظهر على الشاشة. لو انا عايز الاكس ده يظهر على الشاشة لازم اعمله كاستنج او احوله لسترينج، ولو انا عايز ادخل واي في عمليات حسابية يبقى لازم اعمله كاستنج او احوله الى نمبر. فهقول له هل اكس بيساوي واي؟ عشان بقول هل يبقى انا ايه بحط علامتين يساوي، دي تختلف عن علامة يساوي. لو انا قلت له اكس بيساوي واي يبقى هيغير قيمة اكس ويخليها تساوي قيمة واي. انا مش بعمل كده دلوقتي، انا خلاص اكس بقت بواحد وواي بتساوي واحد بس الانواع مختلفة. لو قلت له هل اكس بتساوي واي ساعتها هيقول لي ايه، ترو ولا فولس؟ هيقول لي ترو، ايوة اكس بواحد وواي بواحد. لكن لو قلت له هل اكس بتساوي واي من حيث القيمة والنوع، يعني اديت له العلامة تريبل كده يعني تلات علامات تساوي ورا بعض، ساعتها هيقول لي فولس. ليه؟ هما صحيح نفس القيمة لكن مش نفس النوع. طب لو انا عايز اقول له هل اكس ما بتساويش واي فهقول له لو اكس لا تساوي واي، العلامة دي دايما بنستخدمها بمعنى نوت في البرمجة، يعني اكس بتساوي واي فقلت له ايه نوت. وممكن اقول له هل اكس لا تساوي واي من حيث القيمة والنوع. طب هنا هل اكس ما بتساويش واي؟ لا بتساوي، يبقى فولس. طب هل اكس ما بتساويش واي من حيث القيمة والنوع؟ اه هي فعلا ما بتساويش من حيث القيمة والنوع، هي بتساوي من حيث القيمة لكن ما بتساويش من حيث النوع، فيبقى الكلام ده ترو فعلا. لو انا قلت له var زد بيساوي ورحت قايل له اكس بيساوي واي، يبقى الزد ده قيمته بكام؟ تعالوا نشوف اللي بيحصل هنا. انا بسأله هل اكس بتساوي واي من حيث القيمة بس، فهيقول لي ايوة ترو، يبقى اكس بتساوي الزد بتساوي ترو، وبالتالي نوعها هنا بوليان. بوليان يعني النوع ده يا هتقول اه يا لا، ما فيهوش بقى عمليات كتير ولا كده. لما اقول له var مثلا a بيساوي، هل الاكس بتساوي واي من حيث القيمة والنوع؟ فهتقول لي ايه؟ لا هي بتساوي من حيث القيمة لكن ما بتساويش من حيث النوع، يبقى false. وبرضو الـ a هنا نوعها بوليان. يبقى نرجع بقى للدرس بتاع زمان بتاع المحاضرة اللي قبل اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن الانواع، ونزود نوع كمان هنا كده اسمه بوليان. والبوليان ده يعني ترو او فولس، حاجة قيمتها يا اما بتساوي ترو او فولس، يعني يس اور نو. طيب بما اننا اتكلمنا عن الكاستنج وبما اننا بقينا عارفين دلوقتي ان البوليان ده ترو او فولس، فايه رأيكم نعمل كاستنج؟ لما نعمل كاستنج مثلا من بوليان لنمبر، ايه القيمة المكافئة للترو وايه القيمة المكافئة للفولس؟ لو عرفت تجاوب على السؤال ده من قبل ما انا اجاوب عليه يبقى انت كده مية مية. القيمة ترو كبوليان تكافئ كام كنمبر، والقيمة الفولس
تكافئ كام كنمبر؟ تعالوا كده عشان اسهل عليك السؤال اكتر، تعالوا لو انا عايز اعمل عملية حسابية هقول مثلا ان 5 زائد ترو بتساوي كام. هو ينفع استخدم البوليان في عمليات حسابية؟ قلنا لا، عمليات حسابية يبقى لازم نمبر، يبقى انا هحول الترو ده لنمبر. لو قلت له مثلا 5 زائد فولس بتساوي كام، برضو نفس الكلام، فولس ده بوليان يبقى لازم احوله لنمبر. في اغلب لغات البرمجة دايما الفولس ده بيساوي 0 وترو بيساوي 1، يعني لما حاجة قيمتها تساوي 1 كأنها ترو، لو حاجة قيمتها بتساوي 0 كأنها فولس. اغلب لغات البرمجة ممكن يكون الموضوع يختلف من لغة للتانية، لكن بصفة عامة لما بتعمل عملية حسابية بيكون احد الاطراف المعادلة مش نمبر، هو اوتوماتيك بيحوله النمبر، ولو ما قدرش يبقى انت لازم تعمل الكاستنج ده بنفسك. احيانا بحتاج اجمع رقم، يعني لو انا عندي متغير ببقى محتاج اجمع رقم على نفس المتغير. زي ايه؟ لو انا عندي مثلا var اكس بيساوي 1 وعندي مثلا var، او خلينا ايه، بلاش نعرف متغير جديد، خلينا نقول ان الاكس، عايز اقول مثلا ان الاكس بيساوي اكس برضو زائد 5. المعادلة كده مفهومة، ان انا دلوقتي اكس بقت بستة، ليه هي كانت بواحد زودت عليها 5 بقت بستة. ممكن اكتبها بطريقة مختصرة شوية ومقايله اكس بلس 5 بلس يساوي 5. الطريقة المختصرة دي هما الاتنين نفس المعادلة بالظبط، الطريقة المختصرة دي معناها زود لي على الاكس 5، تبقى الاكس دلوقتي بقت بكام؟ بستة. طب لو عايز اتأكد هقول له هل اكس بيساوي 6؟ خد بالك انا هنا كتبت 2 يساوي عشان انا بسأل هل، انا مش بس ند... مش بقول له خلي اكس بستة، لا انا بسأله هل اكس بستة، هيقول لي ترو، يعني ايوه اكس فعلا بستة. طب لو انا عايز اطرح من الاكس 2 يبقى هعملها ازاي؟ يا اما اقول له خلي لي اكس بتساوي اكس ناقص 2، يا اما اقول له اطرح لي من الاكس 2. دي الطريقة المختصرة ودي الطريقة العادية، طبعا استخدم اللي يعجبك، ولكن خليك عارف الفورم ده عشان غالبا هتشوفه كتير بعد كده. طب عايز اتأكد قيمة اكس بقت بكام دلوقتي؟ هي كانت بستة، طرحت منها 2 بقت باربعة، عايز اتأكد هقول له هل اكس بتساوي 4، او اقول له هل اكس بتساوي 4 بالطريقة دي او بالطريقة دي. في الحالتين هيديني ترو، لان هنا هل اكس قيمتها باربعة؟ ايوه. طب هنا هل اكس قيمتها باربعة ونوعها نمبر؟ يعني هل الاتنين دول نمبر زي بعض؟ في الحالتين ترو. نفس الكلام بقى في الضرب والقسمة والطرح وكل حاجة. طب لو انا عايز ازود على الاكس 1 فهقول ايه؟ يا اما هقول له اكس بيساوي اكس زائد 1، يا اما هقول له اكيد دلوقتي انت فاهم ان انا هقول اكس بلس يساوي 1، يعني زود لي على الاكس 1، يا اما دي بقى طريقة تالتة لما بتزود او تنقص 1 فبتقول له اكس بلس بلس، معناها زود على الاكس 1. في الحالة دي اكس كانت باربعة، انا زودت 1 سواء استخدمت الصيغة دي او دي او دي، ساعتها لما اقول له هل اكس بتساوي 5 هيقول لي ترو. وممكن كمان استخدم الصيغة دي، احط البلاس الاول وبعدين الاكس، يعني ينفع البلاس بلاس يجوا بعد اكس او يجوا قبل اكس. لما بيجوا قبل اكس بنسميها بريفكس، ولما بيجوا بعدها بنسميها بوست فيكس. بغض النظر على المسميات الاتنين في الاخر هيدوني نفس النتيجة، في فرق بس بسيط شوية ما بينهم، يعني مش عارف اقوله المرة دي ولا خليه، بس هقوله لك لو فهمته كان بيها، ما فهمتوش مفيش اي مشكلة. الفرق ان في الطريقة دي بيريترن القيمة القديمة، لكن في الطريقة دي بيريترن القيمة الجديدة. يعني لو قلت له مثلا ان واي، لو افترضنا ان اكس بتساوي 2 ورحت قايل له واي بتساوي اكس بلس بلس وزد، تمام، يبقى ساعتها بقى ايه، واي بتساوي كام؟ في الحالة دي واي هتاخد قيمة اكس اللي هي بتساوي 2،
واكس نفسها هتبقى بتلاتة، يعني ساعتها الواي هتساوي اتنين والاكس هتساوي تلاتة. طب لو جينا نعمل نفس المثال ده بالظبط بس عكسنا، بس يعني قلت له اكس بتساوي اتنين والواي بتساوي، برضو هزود على الاكس واحد بس هعمل العلامة قبل الاكس، ساعتها بقى ايه اكس هتزيد واحد وبعدين تدي قيمتها الواي، يعني واي ساعتها او ساعتها اكس الاول هتساوي تلاتة، يبقى الواي هتساوي نفس قيمة اكس اللي هي بتلاتة. فهمنا الفرق؟ الفرق بس ان هنا اكس بتدي قيمتها الواي اللي هي القيمة القديمة وبعدين تزيد واحد، هنا اكس بتزيد واحد وبعدين بتدي قيمتها الجديدة الواي. تمام؟ لو ما فهمتش دي مش مشكلة، كده كده هنستخدمها في عمليات حسابية كتير، لكن خلينا ندي بصة تانية على الحتة دي عشان انا عارف انها جديدة شوية علينا. احنا خدنا العمليات الحسابية من واحنا صغيرين وعارفين ان مثلا واحد زائد اتنين بتساوي تلاتة، دي عملية جمع عادية ودي عملية يساوي عادية. فلو قلت له اكس بتساوي واحد انا بقول له خلي قيمة اكس بواحد، لو قلت له عملتها له كده يبقى انا بقول له هل اكس بتساوي واحد، وساعتها الرد هيبقى بوليان يا اما ترو او فولس، يعني اه او لا. وممكن اعملها بالشكل ده، معناها انا بقول له برضو هل اكس بتساوي واحد ونوعها زي نوع واحد، يعني الواحد ده نوع نمبر واضحة، فهل الاكس ده كمان نوع نمبر؟ وممكن اعملها بالشكل ده، يعني بقول له هل اكس ما بيساويش واحد، او اعملها بالشكل ده معناها ان هل اكس ما بتساويش واحد لا من القيمة ولا من النوع. وبعدين اخدنا دي الجزء ده وقلنا ان ده شورت هاند للعمليات الحسابية، فانا لو عايز ازود على الاكس خمسة، يعني هزود على المتغير نفسه بس هزود عليه قيمة، ممكن اكتبها بالشكل التقليدي ده اكس بيساوي اكس زائد خمسة، او اكتبها بالطريقة المختصرة دي ان اكس بلس يساوي خمسة، معناها ان اكس هتزيد خمسة. نفس الكلام في كل العمليات الحسابية، ولكن لو القيمة اللي انا بزودها او بطرحها واحد يبقى انا كمان عندي صيغة مختصرة من الصيغة المختصرة، فاقدر اكتبها بالطريقة التقليدية ان اكس بتساوي اكس زائد واحد، او اختصر اكتر واسميها اكس بلس يساوي واحد، او اختصر اكتر واكتر واقول اكس بلس بلس او بلس بلس اكس، الاتنين في الاخر هيزودوا لي اكس بواحد، ولكن الفرق ان واحدة فيهم هتزود الاكس الاول وبعدين تريترن القيمة بتاعتها او يعني تدي القيمة بتاعتها، التانية هتدي القيمة بتاعتها الأول اللي هي القيمة القديمة وبعدين تزود على الإكس واحد، في الحالتين إكس هتزيد واحد. يا رب الدرس ده يكون خفيف عليكم وسهل، أنا عارف إن في كلام كتير يعني أول مرة نسمعه، بداية بقى إن إحنا ندخل في بروجرامنج وفيلم وفكر برمجي يعني مش زي ما إحنا متعودين كتير، ولكن أنا أعتقد ان الدرس بسيط وسهل ومش تقيل قوي، وكده كده العمليات دي كلها هنستخدمها كتير في امثلة كتير جدا جدا جدا، لدرجة انك في وقت من الاوقات هتحس ان الدرس تافه جدا وما كانش مستاهل اصلا ان هو يتشرح. اشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي، وما تنسوش تتابعوني على اليوتيوب والفيسبوك. اليوتيوب القناة اسمها فري ليرن، فري ليرن مكتوبين كده جنب بعض من غير اي مسافة، والاكاونت وصفحتي على الفيسبوك اسمهم ENG اختصار انجينير ديبو، ده كده هيدي لك الاكاونت بتاعي، ولو زودت عليه اوفيشال ده هيدي لك الصفحة اللي هينزل فيها الكورس بالكامل ان شاء الله وكل الكورسات اللي انا بشرحها. والسلام عليكم ورحمة الله.